بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع معكم أيها الأحبة شرح هذا الكتيب عن الأمور المادية والاقتصادية. أنا أكلمكم على الاقتصاد، ربما أنا سبحان الله بيني وبينكم يعني أضعف واحد بهي النقطة، لأني مثل ما بيقولوا كساب وهاب، لا بعرف شو اللي داخل ولا بعرف شو اللي خارج. مثل ما بيقول خيري الله يذكره بالخير، كله مال الله. أنا شو، أنا مجرد بأخده من هون وبحطه من هون. بزماني كنت اشتغل، بيني وبينكم كمان هاي سر لا تقولوا لحدا، كنت اشتغل بمشفى ابن سينا تبع الأمراض النفسية، كان عندي هنيك فترة تدريب، فكنت محبوب من الجميع أنا هنيك، وكنت يعني ساعد الناس على قدر استطاعتي بغض النظر. فكان في واحد ضابط مري مساعد للمخابرات من الجماعة، بس مغضوب عليه ما أعرف شو عامل، فزتينه هنيك فترة. المهم هذا أخذ عاله أمور هاي الدين وما الدين وشغلات هاي التنجيم وما التنجيم، قال لي تعال أقرأ لك الطالع تبعك. قلنا له تفضل. قال انت يا دكتور، هو كان يحبني كمان كتير، قال لي يا دكتور انت شوف بكرة بس تكبر، قال لي عدة شغلات من بيناتها، قال لي بعمره ما حيتجمع بإيدك قرش. سبحان الله، كذب المنجمون ولو صدقوا. بس سبحان الله يعني ما له علاقة بكلامه، بس هذا هيك الواقع. على كل حال الحمد لله، الله كافينا من فضله ومقدرنا على يعني الحمد لله أكثر ما يعني الواحد سبحانه وتعالى يعني نشكر الله سبحانه وتعالى، عطينا زيادة كتير كتير الحمد لله، لله الفضل والمنة، نشكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال نتابع معكم يا إخوتي. نبدأ هنا بالفهرس، فهرس الفصول العشرة، هي عشر فصول في هذا الكتاب. الفصل الأول بودجت أوكسكات، الميزانية والضريبة. الفصل الثاني سوكا أربيتي، البحث عن عمل. الفصل الثالث تريدي كابيتال، تريجهيت فور الله، الأمان للجميع. الفصل الرابع فياري كابيتال، بنشونر، المعاشات أو التقاعد يعني. الفصل الخامس فيمتي كابيتال، بووندي، السكن. شتي كابيتال، الفصل السادس بطالة ريكنينار، دفع الفواتير. خندي كابيتال، بطالة إتيد. الفصل السابع ادفع بالوقت المناسب. الفصل الثامن أطندي كابيتال، أوف طال وشوب، العقود والشراء. نيوندو كابيتال، الفصل التاسع سبارا أوكلونا، يعني الادخار والاستدانة. الفصل العاشر تيوندو كابيتال فور شيكرينغر، أنواع التأمين يعني التأمينات. نبدأ بالفصل الأول بودجيت أوسكات. إذن فشتا كابيتال، بودجيت الميزانية، أوكسكات والضريبة. بودجيت أوكسكات، بودجيت أوكسكات. دينا بينجر، أموالك. دينا يعني تبعاتك، تابعين إلك. بينجر أموال أو نقود. دينا بينجر är mer än mynt och sedlar som du har i plånboken. Amwaluka hiya akthar mina an-nuqud al-ma'daniyya wan-nuqud al-waraqiyya allati tamlikuha anta fi mihfazatik. Plånbok, mihfazatun nuqud, plånbok. Mynt, amli ma'daniyya. Sedlar, amli waraqiyya. Dina pengar är också alla dina inkomster och utgifter. Amwaluka hiya aydan kull ma yadkhulu ilayka madkhulat
وكل مصروفات إنكومستر مدخولات أجور مدخولات أوتيفتر مصروفات مدفوعات إنكومستر är pengar du får, utgifter är pengar du betalar. المدخولات, inkomster, هي النقود التي تحصل عليها. والutgifter هي النقود التي تدفعها. Några inkomster och utgifter är samma varje månad. بعض المدخولات والمصروفات هي نفسها كل شهر. De kallas fasta inkomster och utgifter. هذه تسمى مدخولات ومصروفات ثابتة. Fasta ثابتة. Inkomster och utgifter som inte återkommer varje månad eller som ändras kallas rörliga. المدخولات والمصروفات التي لا تتكرر كل شهر återkommer تتكرر eller som ändras أو التي تتغير kallas تسمى rörliga rörliga متحركة يعني بتطلع وبتنزل rörliga rörliga kostnader är till exempel avgiften för el som ofta är dyrare på vintern än på sommaren التكاليف المتحركة يعني غير ثابتة كمثال تكاليف الكهرباء أضيفتن فور إيل الذي عادة يكون أغلى في الشتاء منه في الصيف ديراري أغلى فينتر شتاء سمر صيف إنكومستر المدخولات Inkomster är pengar du får. المدخولات هي النقود التي تحصل عليها. Det är till exempel lön från arbete, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, sjukpenning, a-kassa och pension. كمثال هي المعاش اللي تأخذه من شغلك. Barnbidrag, musaadet al-aulad, studiebidrag, musaadet al-dirase, bostadsbidrag, musaadet al-sakan, försörjningsstöd, musaadet al-maishe, sjukpenning, maash al-maradi, a-kassa. A-kassa är att om en person är sjuk med naqabi och tappar från arbetet, blir han a-kassa. Och pension är maash al-taqaudi. Så lön. Barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, sjukpenning, a-kassa och pension. För de flesta inkomster behöver du betala skatt, men inte för de inkomster som är bidrag. أغلب أحوال النقود التي تدخل عليك يجب عليك أن تدفع ضريبة، ولكن ليس للمدخولات التي تأتيك على شكل مساعدة. بدراج مساعدة. Barnbidrag, musaadet al-aulad, studiebidrag och bostadsbidrag behöver du till exempel inte skatta för. Musaadet al-aulad, barnbidrag, studiebidrag, musaadet al-dirase och bostadsbidrag, musaadet al-sakan, la tahtaj anta an tadfa' dariba laha. Utgifter. Utgifter är kostnader du har för att leva. المصروف يعني المصروفات هي تكاليف التي تحتاجها أنت كي تعيش. Det är till exempel kostnad för hyra, mat, kläder, hygien, el, telefon, internet och tv. كمثال تكاليف السكن hyra يعني أجار البيت, mat الطعام, kläder الملابس, hygien الأمور الصحية, el الكهرباء, telefon internet och television. Utgifter är också vad det kostar att åka tåg. كمان المصروفات هي مثلا التكاليف تدفعها حتى تركب القطار, tåg, bil, buss, tunnelbana och andra resor. تسافر بالقطار, السيارة, الباص, قطار الأنفاق والرحلات الأخرى. För de flesta
är bostaden den största kostnaden. للكثير من الناس أكثر تكاليف هي تكاليف المنزل السكن. Även maten är en stor kostnad för många. حتى الطعام تكاليف كبيرة للعديد.